طب أبانوب في السنين الصغيرة بتاعت عمره دي عرف الإيمان منين؟ اتعلمه إزاي؟ لا نجد إجابة يا إخوتي إلا أسرته، بيته. البيت الحلو هو اللي بيسلم ولاده وبناته الإيمان، وده اللي بنعمله في طقس المعمودية. يوم ما بنعمد الطفل وهو صغير خالص عمره أيام، قبلها نجيب الأم اللي بنسميها الإشبين ساعتها أو في معظم الأحوال، ونقول لها أمنتي على هذا الطفل؟ يعني هتسلمي الإيمان لهذا الطفل؟ تقول آه، وتتعهد أمام الله أنها تسلم الإيمان للطفل الصغير زي ما بترضعه بتسلمه الإيمان. عشان كده أبانوب في سن 12 سنة كان شاهدا قويا لإيمانه بالمسيح، ولذلك سيرته عايشة لغاية النهاردة ويانا، وناس كتيرة بتروح تزور موضع جسده في كنيسة العذراء في سمنود وكنيسة القديس الشهيد أبانوب النهيسي. هذا الباب هو باب الثالث للقداسة، باب الإيمان، ويكون الإنسان شاهداً للمسيح شاهداً. ولو حبينا القصة دي في القرن الرابع الميلادي، لو حبينا نوصل للزمن بتاعنا اللي احنا عايشينه ده، نتذكر شهداءنا الشباب في ليبيا، الشهداء اللي استشهدوا، شباب صغير ولكن إيمانه قوي، وفي بلد مش في وطنه، في بلد تانية بيسعوا وراء لقمة العيش، عايشين في محبة وفي سلام، اتعرضوا لهذا الاضطهاد الشديد، اضطهادين اللي اضطهدوهم وموتوهم كانوا بيصوروهم بالفيديو، فرحانين فاكرين ان الفيديو ده هو ايه، هيكسر إرادة مصر، ولكن للأسف ده رفعهم وصار اسمهم لامعا في كل مكان، نعرف الشهداء وما نعرفش الناس اللي اضطهدوهم وراحوا فيه كما يقولون في مزبلة التاريخ. علشان كده الباب الثالث ده باب الإيمان القوي وإعلان الإيمان حتى إن وصل إلى سفك الدم. إذن هذه أبواب ثلاثة تدخل بنا إلى دائرة القداسة: باب التوبة بيمثله القديس موسى القوي، وباب المحبة والنسك بيمثله القديس الأنبا بشوي، وباب الإيمان والشهادة القوية بيمثله القديس أبانوب، وامبارح كانت القديسة مارينا بنفس القصة وبنفس السيناريو في تمسكها بالإيمان ثم استشهادها في النهاية.